رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معايا فقرة غالية جدا على قلبي أنا تحديدا. فقرتنا الفنية النهاردة فيها ضيفة مطربة شابة جميلة جدا، كل الناس كانت بتتكلم عنها، كل الناس كان نفسها تعرف مين صاحبة صوت مسلسل لؤلؤ. مفيش حد اختلف في رأيه على جمال صوتها، كل الناس كانت مبسوطة بصوتها، الأغاني كلها كسرت الدنيا، مفيش حد مش حافظ أغنية واحدة في مسلسل لؤلؤ الشهير اللي كل الناس كانت بتتفرج عليه، بطولة الفنانة مي عمر. عايز أقول لكم النهاردة معانا المطربة نور عبد السلام صاحبة مسلسل لؤلؤ، اللي عايزة أقول لكم إن هي كانت مكسرة الدنيا ولسه مكسرة الدنيا، وأنا سعيدة جدا إن هي وافقت تكون ضيفتنا النهاردة في صباح البلد. تنورنا وتشرفنا وتصبح على حضراتكم، مش عايزة أتكلم كتير. صباح الفل يا نور. صباح النور. منوراني والله، يعني بجد نورك، وأنا مبسوطة جدا جدا إن أنا معاكي. والله إحنا بقالنا كتير وقت بنتكلم وبنظبط مع بعض، بس أخيرا جيتي، دي أهم حاجة. عايزة أقول لك كلنا مبسوطين إنتي معانا النهاردة، وعايزاكي بقى دلوقتي تبدأي تغني لنا أغنية. مش هتكلم غير لما تغني أغنية. أنا مش هتكلم، هغني النهاردة بس. يلا بينا. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، تيراراري لارا، قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي. انا قلبي قلبي داري ليه ليه ليه، حبوبي معايا من قبل ما اشوفه، تيرارا تاريرا ليرارا، قلبي ده مرايا مرسوم مرسوم فيها طيفه، تيرارا تاريرا ليرارا، شايفاه في خيالي، تيرارا سمعاه حياتي، تعالي 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 يا حياتي، تعالي تعالي تعالي، غني لي تملي وقولي لي تملي، الحب ده غنوة. غني معايا بقى، يلا يلا. كلها لا يعني على قالوا لي ان صوتك حلو، مش هينفع اغني وانت موجوده. لا ما تهزريش، احنا اصحاب يا دودو عادي، مفيش انا عارفه بس يعني الواحد لما يكون شاطر قوي ما ينفعش يغني مع حد هواه كده. اعلمك يا دودو، مفيش لازم مشكله، اعلمك. خلاص احنا خدنا قرار. قولي لي بقى يا نور كده، عايزه اعرف احساسك ايه اول ما سمعتي اول اغنيه في مسلسل لؤلؤ؟ بصي، احنا مبدئيا عشان يكون الجمهور عارف، انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، انا اصلا كنت هغني الاغاني بتاعه دور كاميليا في المسلسل اللي هو دور نرمين الفقي، لانه انا مايله شويه للاغاني الدراما حزينة. وبحب الحزينه في نفسك قوي. ايوه، ثلاث ارباع الاغاني بتاعتها كانت دراما كده وراسيه. وبعدين استاذ هيثم نبيل طبعا لما عملنا التشيك في الاستوديو قال لي لا انت شبه لؤلؤ اكتر، شبه شخصيه لؤلؤ اللي موجوده جوه المسلسل، وحتى كمان شبه مي في طريقتها وطريقه كلامها والكلام ده. فجربنا الاغاني، انا بالنسبه لي كانت جديده، كانت تشالنج. يمكن اكون شخصيتي شبه الاغاني، بس انا عمري ما غنيت ستايل الغنى ده قبل كده خالص، فكنت بالنسبه لي تشالنج. ده غير ان معظم الاغاني كان رتمها سريع جدا، كلامها صعب، كلامها جدا، صعب، كلامها بيتقال بسرعه. ده حقيقي، وده تشالنج بالنسبه لاي مطرب على فكره، اللي مش متعود يغني اللون ده من الاغاني. كان تشالنج بالنسبه لي بقى، بس اتبسطت جدا. يعني اغاني فيها انرجي ولذيذه، عارفه برضو احساس ان انا صوتي مسموع والناس كلها
كانت بتغني طبعاً الاغاني. طبعاً طبعاً. يعني انا كنت طول ما انا ماشيه في الشارع الاغاني شغاله في العربيات وفي المحلات وفي كل مكان. انا وانا ماشيه في الشارع في اي زحمه بسمع، ببقى سامعه الاغاني. كنت بتقولي ان ده انت؟ لا كنت ساكته. ده حقيقي. احنا في الاول كنا متفقين ان احنا نستنى شويه على انه نعلن علشان يبقى في عنصر تشويقي للناس، لانه عايزه اقول لك لو كنا قلنا من الاول ما كانش الموضوع هيعمل الضجه او اللي احنا كنا. انا فاكره كويس قوي كل الناس كانت فاكره ان ده صوت مي عمر في الاول. بالظبط، لان يعني انا كله في بعض متفاجئ. الاغاني كنت بحاول اقرب من شخصيه مي حتى في طريقه كلامها. وفي اغاني تانية احنا كنا قاصدين ان في اغاني تانية يبقى باين. استاذ محمد سامي كان بيقول لي نور يعني روحي للطرب، فاقول له طب ما هو ده مش هيبان، مش شبه مي. يقول لي لا روحي، احنا عايزين الناس تتلخبط، يبقى في ناس فاكره وفي ناس فاكره كده. حصل جدا، وده اللي حصل فعلا. السوشيال ميديا كانت مقلوبه. لازم نسمع اغنيه من مسلسل لؤلؤ. بصي انا بحب اغنيه تتر المسلسل جدا. طب يلا بينا. الغنوه دي بالنسبه لي انا اتظلمت يعني، بس مع ان علشان الاغاني اللي جوه الناس كانت مركزه فيها اكتر. بالظبط، بس الناس بتسال على الاغنيه دي اكتر بكتير. طب يلا بينا خلينا نقولها. تاخدني الدنيا لبداية، تعشم قلبي وتسيبني، وبنهي حكاية بنهاية ما كانش سطورها تناسبني. في عمري الفرحة مهزوزة، بموت مع نفسي ميت مرة، شافوني الكل محظوظة عشان متشافة من برا ومتسابة في بحر هموم بيحدف موج يغرقني. سرحت في عمري فوقت لقيته من نفسي بيسرني وبيدفعني تمن الفرحة ويحملني فوضاتي. أنا كفاية ومش محتاجة ايه في الجرح تسندني، وخيط الفرحة بمسك فيه يدوب في ايديا ويسيبني. لكن بدلت ضعف زمان بقوة انا فيها دلوقتي. بجد والله انا بحب الاغنيه من غير مزيكا اصلا. بجد بجد ما شاء الله عليكي والله العظيم. تسلمي، ربنا يخليكي. طب قولي لي يا نور، ما فكرتيش تمثلي بعد التجربه الجميله دي؟ والله بصي يعني فكره انك تغني وتمثلي في نفس الوقت. بصي هو طبعا هي حاجه هتبقى مع الغنى افكتيف جدا وهتزقني اكيد يعني ما فيش خلاف، بس الفكره انه زي ما بيقولوا المصريين صاحب بالين كذاب. يعني الحاجه اللي انا مركزه فيها اوريدي من الاول، خدي بالك انا خلصت جامعتي كلية إعلام ودرست تربية موسيقية دراسات حرة. الله، أنت زميلة. فأنا يعني زميلة فزميلة بس قسم تاني يعني. ما حبيتش، مع إن من زمان كانوا بيقولوا لي إن ممكن تبقي مذيعة، بس أنا كنت حابة المزيكا والغنى من وأنا صغيرة. فلما دخلت كلية تربية موسيقية قررت إنه لأ خلاص أنا هاخد السكة دي فترة أتعلم وآخد الحاجة لأخرها، وبعد كده وخدي بالك التمثيل برضو ليه ستبس مختلفة تماما عن الغنى. بس خلي ده الاول وبعد كده انا نشوف. اعتقد ان ده هيزيد ان شاء الله يا رب. كنت متوقعه النجاح الكبير للاغاني كده؟ يعني المسلسل كان ممكن نتوقع له النجاح، لكن الاغاني انا كنت خايفه في الاول، بس بتجربه استاذ محمد سامي مع هيثم نبيل في البرنس وفي كل المسلسلات اللي قبل كده يعني الاغاني ما شاء الله، بس طبعا كلها كانت مطربين مشاهير. كان بالنسبه لي فكره انه ريسك، انه هو جاي إن مطربه مش معروفه لسه جديده ولسه جديده ومحدش لسه، حتى قليل الفيديوز بتاعتي اللي كانت على اليوتيوب وقتها كانت قليله جدا. ف كان ريسك طبعاً بالنسبه له وبالنسبه لي أكيد. بس استاذ محمد سامي كان واثق فيا جدا من الاول، وهو من اول يوم شافني قال لي خلاص انت معايا في المسلسل. طب في حاجه جديده دلوقتي بتجهزيها؟ ادعي لي، احنا ان شاء الله مش هتخلص. انا عارفه ان انت بتسجلي حاجات وبتاع، بس ان شاء الله بجد ربنا معاكي السنه دي الا واحنا عندنا حاجه تنزل تكسر ممكن نسمع الدنيا حاجه إن شاء الله. من الجديده صعب؟ يعني صعب قوي لسه، بس هو لسه عشان ما جهزش كمان يعني طبعًا. احنا لسه ما كملناش الحاجه الاخيره، فخلينا نخلص الحاجه الاخيره واوعدك ان شاء الله باذن الله. خليكي حاجه اكسكلوسيف. الاغنيه اللي انا بحبها جدا اللي طلبتها منك عايزينك تغنيها دلوقتي. حاضر. حاضر.
يعني اعتقد انا هخليكي دلوقتي بالاغنيه دي نختم الحلقه كلها بالبرنامج. وشكرا لكم جدا، وهسيبكم مع نور تستمتعوا بالصوت الحلو اللي مشرفونا النهارده. يلا يا نور. جاي بعد ايه؟ ما انا كنت ملكك مستعد اموت عشانك، كان كل همي لو ضعفت اشيل بدالك، اخرتها بعتني بالرخيص الله يسامحك، وقلب تطمن صحيح لا حلوة منك، ارتاح انا بعدك بعيش اجمل حياة، انا اقوى من الحياة ما بنهزمش لا دنا، انا كنت عايشة معك في وهم مصدقة، جرحك ما هزنيش ولا اتكسرت قادر اعيش، عادي نقابل في الحياة ناس ما تساويش، مش مرجلة تجرح بنات الناس وتمشي من سكان.